ألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الأعيان سمير الرفاعي محاضرة في الجامعة الألمانية بعنوان حتمية الإصلاح الاقتصادي والسياسي والتطورات الإقليمية. وقال الرفاعي إن الأردن يمر بتحديات اقتصادية كبيرة نظرا لما يحدث من تطورات سريعة في دول الجوار، وأشار إلى أن عجلة الإصلاح الاقتصادي في الأردن تسير بخطى ناجحة، حيث قامت الحكومة الأردنية بوضع تدابير كثيرة للنهوض بالاقتصاد الأردني. وبين الرفاعي لطلبة الجامعة الألمانية أن الأردن يلعب دورا إنسانيا مهما في الأزمة السورية من خلال استقبال العدد الأكبر من اللاجئين وتقديم أفضل الخدمات لهم، وأشار إلى أن موقف الأردن تجاه الأزمة واضح من خلال المطالبة بالحل السياسي للأزمة السورية.